وللمزيد حول جلسات اليوم يطلعنا الزميل مصطفى ميزار عن التفاصيل. إليك مصطفى. اليوم في الأسبوع الخامس والذي ناقش في محوره السياسي العديد من المقترحات والعديد من القرارات والعديد من مشروعات القوانين في هذا المحور، المحور السياسي، لجنة التمثيل النيابي ومباشرة الحقوق السياسية كانت هذه هي اللجنة الأولى والتي ناقشت العديد من المقترحات حول التمثيل النيابي وحول رؤية الإدارة في هذا الموضوع، وأيضا التمثيل النيابي مباشرة الحقوق السياسية حول الانتخابات التشريعية والبرلمانية واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتبقية وحقوق المواطن، توسيع قاعدة المشاركة، عدد الناخبين، اللجان المشاركة، الضوابط الموضوعة والقرارات المصفوفة من أجل بناء جمهورية جديدة. كان هذا الحوار مثمر وبناء هنا داخل أروقة الحوار الوطني، لا خطوط حمراء، الجميع يدلي برأيه بكل صراحة وبحيادية، الجميع هنا مجمع على أن القرارات وعلى أن الإجراءات وعلى أن الآراء لا تفسد للوطن قضية، الجميع هنا مجمع على أن هذه الآراء كل يكمل بعضه الآخر من أجل بناء جمهورية جديدة ينعم فيها الإنسان بحقه الدستوري والتشريعي في كل ما يمتلكه من إجراءات وتشريعات. بالنسبة هذا مشاهدين الكرام كان للمحور الأول في المحور السياسي والمتعلق بالتمثيل النيابي مباشرة الحقوق السياسية. كانت هناك لجنة أخرى متعلقة بالإدارة المحلية وتوسيع العمل في الإدارة المحلية من أجل إقرارات ومن أجل بناء قدرات المجتمع والبيئة المحلية والتشريعات المحلية. هل نحن في احتياج إلى تشريعات محلية جديدة؟ هل نحن في احتياج إلى تعريف العمال والفلاحين؟ هل نحن في احتياج إلى انتخابات متعلقة بهذا المحور أم يكون التعيين هو سيد الموقف؟ الجميع هنا مجمع على أنه لا خطوط حمراء في اللجان، الجميع يدلي بدلوه ويفسر ما يمكن أن يتم تفسيره من قوانين ومن تشريعات. بالنسبة للجنة أخرى عقدت جلسات متنوعة ومختلفة في العمل النقابي والعمل الأهلي، عقدت هذه اللجنة جلسة موسعة من الخبراء والمتخصصين، الكل أعطى إشارات واضحة وبناءة ومثمرة حول أنه البناء في العمل الأهلي والعمل النقابي يحتاج إلى تضافر كافة الجهود من أجل وضع أسس حقيقية وأسس بناءة في العمل النقابي، وضع حقوق العامل ووضع حقوق النقابيين، وأيضا كل يحصل على حقه كاملا. مشاهدينا الكرام كان هذا جزء بسيط وعرض تفصيلي مبسط لما دار في جلسات الحوار الوطني في أسبوعه الخامس من داخل أروقة جلسات الحوار الوطني بلجانه المختلفة، سواء في اللجنة الخاصة بالإدارة المحلية أو بالعمل النقابي أو في لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي. سنتابع معكم على مدار الأيام القادمة ما يدور في جلسات الحوار الوطني، ننقل لكم الصورة كما هي، نناقش مع الخبراء والمتخصصين الآراء بكل حيادية وبكل شفافية. تقبلوا تحياتي، أنا محدثكم مصطفى ميزار من داخل أروقة جلسات الحوار الوطني.